السلام عليكم. وجه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في المناطق المحررة. جاء ذلك على خلفية تقارير كشفت عنها كل من منظمة هيومن رايتس ووتش ووكالة أسوشتيد عن دور الإمارات في تأسيس شبكات تعذيب سجون خاضعة لسيطرتها في اليمن. خبر جيد لولا التساؤلات المحيطة بعمل هذه اللجنة والإمكانيات المتاحة لها، خصوصا أنه أصبح لدى اليمنيين شكوك تجاه اللجان التي تشكل عقب الأحداث الجسيمة في البلد، والتي تتهم عادة بأنها تشكل لدفن الحقائق ولإسكات الرأي العام ومواراة الجريمة وسحب الغضب الشعبي كما يقال. ناهيك عن التساؤلات حول صلاحيات هذه اللجنة وإمكانية التحقيق في السجون الواقعة خارج إرادة الحكومة وسيطرتها، ولماذا لم تسند المهمة للجنة الوطنية المشكلة قبل أكثر من عامين؟ أيضا لما لا يتم تمكين منظمات حقوقية دولية من زيارة هذه السجون؟ وما هي النتائج المترتبة على عمل الفريق؟ هل يمكن إدانة الأطراف المتهمة في التقارير السابقة؟ في وقت يجري الحديث فيه عن قواعد عسكرية تشكل خارج إرادة الشرعية، بل وخروج مناطق كاملة مثل سقطرة عن السيطرة الكاملة للدولة. يتساءل كثيرون عن طبيعة جرائم التعذيب التي لا تختلف عما يحدث في سجون أبو غريب. أسئلة تأخذنا إلى ما هو أبعد من ذلك، وتحديدا إلى دور الإمارات في التحالف العربي. هل هو دور لاستعادة الدولة وتثبيت أركان الشرعية كما هو معلن عنه؟ أم أنه دور للسيطرة وفرض أجندة خارج سياق التحالف وأهدافه؟ ولماذا تسيطر الإمارات على الموانئ والمطارات اليمنية بعيدا عن الشرعية؟ كل هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام سنحاول الإجابة عليها في مسائنا اليمني اليوم، ولكن دعونا نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. على خلفية تقرير هيومن رايتس ووتش وما نشرته الصحافة العالمية عن المعتقلات ودور الإمارات في تأسيس شبكات تعذيب في اليمن، يحيط الظلام بحقوق الإنسان في اليمن من جهات متعددة، من السجون اللامرئية التي استخدمت للتعذيب في مناطق سيطرة الانقلابيين إلى سجون التعذيب في بعض المناطق المحررة التي تقول التقارير الإنسانية الدولية إن الأصابع الأمنية لدولة الإمارات تقف وراء ذلك. لم يقتصر الأمر على الرأي العام اليمني المناهض للتعذيب الذي تشرف عليه الإمارات، بل أصبح رأيا عاما دوليا حاضرا في أروقة المنظمة الدولية ذات الثقل الإنساني وفي وسائل الإعلام أيضا. الرأي العام اليمني الذي يضغط للتحقيق في جرائم التعذيب وإيقافها ومحاسبة المتورطين أثمر عن لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بتوجيهات رئاسية وحكومية، وبحسب مراقبين فإن ثمة مخاوف من أن تتحول اللجنة إلى دافن للقضية وتعمل على امتصاص السخط الشعبي ليس أكثر. بحسب مذكرات تفتيش السجون التي حصلت قناة بلقيس على نسخة منها، فإن توجيهات مكتب النائب العام إلى نيابة استئناف الجزائية المتخصصة في عدن وحضرموت اقتضت بالنزول إلى أماكن الاحتجاز والتوقيف والرفع بما يتم التوصل إليه بحسب المذكرة. المطالب الشعبية تبلورت حول أهمية تمكين المنظمات الحقوقية الدولية من زيارة السجون، وكذلك على النتائج المترتبة على عمل فريق التحقيق المكلف من قبل الحكومة، وهل بإمكانه إدانة الإمارات بالتورط في تلك الجرائم المعلومة للجميع. منظمات حقوقية دولية هي الأخرى كشفت عن سجون سرية تشرف عليها دولة الإمارات في اليمن، يتم فيها تعذيب المختطفين والتحقيق معهم بعد عملية اعتقال تعسفي وإخفاء قسري. منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقريرها كشفت عن أماكن السجون السرية ومعلومات عنها، وحذرت من أن الإمارات تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، وأن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز أشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم وأخفوا أشخاصا قسرا. منظمة العفو الدولية أيضا طالبت بفتح تحقيق عاجل في دور الإمارات بتأسيس شبكة تعذيب في اليمن، وبحسب متابعين فإن حضور منظمات إنسانية دولية إشارة إلى أن التعذيب في جنوب اليمن الذي تشرف عليه الإمارات أصبح ظاهرة محلية ودولية أيضا. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب المحلل السياسي صالح الجبواني من لندن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ صالح. مساء النور، أهلا وسهلا، ونتشرف أن نكون معكم هذه الليلة.
أهلا بك معنا أستاذ صالح. لو بدأنا بالحديث معك بشكل إجمالي عن هذه السجون السرية التي يتم فيها التعذيب كما جاء في الدعوات التي أطلقت وتقارير المنظمات الدولية أيضا، ما خطورة مثل هذا الأمر برأيك؟ نحن كنا نؤمل على الإمارات العربية المتحدة أن تأتي وتساعدنا في تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح. وفي البداية بدأ التحرير واستكمل في كثير من المحافظات، إلا أن الإمارات العربية المتحدة تحولت مع الأسف الشديد إلى قوة وصاية على الأرض. فتحوا السجون في عدن حوالي 20 سجن، يعني تقريبا بأكثر من كليات الجامعة، بدل ما يوصلوا الكهرباء للمدينة، بدل ما يساعدوا في تحسين الخدمات، في رفع القمامة التي صارت بيئة خصبة وأنتجت الكوليرا وغيره من الأوبئة، فتحوا السجون. خلال السنتين هذه وصل عدد المعتقلين حوالي 6000 معتقل داخل هذه السجون، البعض أطلق سراحهم والبعض مختفيين إلى اللحظة، ما ليس هناك أي معلومات عنهم، والبعض تم تصفيتهم والبعض لا زالوا داخل السجون، وهناك أوامر من دوائر قضائية من النيابة بإطلاق سراحهم ولكن لم يطلق سراحهم. تحولت هذه السجون إلى أماكن للتعذيب، حتى أنهم وفقا للتقارير الدولية وليس المحلية حسب، تحولت إلى مشاوي وأفران لهؤلاء الذين ليس لهم ذنب في الغالب. يعني. وعلى أي أساس يختطفوا أستاذ صالح؟ يعني بحكم متابعتك، ما هي دعاوي هذه الاختطافات؟ يعني تحدثني عن 6000 معتقل. المرحلة خلال العامين الماضية في المناطق المحررة وخصوصا في المحافظات الجنوبية هي مرحلة مكارثية بكل معنى الكلمة. في الولايات المتحدة في الخمسينات كانوا يقبضوا الناس بتهمة الشيوعية، عندنا في هذه العامين من أرادوا أن يلبسوه بتهمة، يعني لبسوه بتهمة الإرهاب، من اختلفوا معه شخصيا لبسوه بتهمة الإرهاب، من اختلفوا معه سياسيا ألبسوه تهمة الإرهاب، من كان بينه وبين أحد الضباط أو هؤلاء الذين يتبعون الإمارات في الحزام الأمني أو في قوات الأمن في محافظة عدن أو في محافظة حضرموت خلاف مع ضابط ما، يأتيك إلى منزلك في منتصف الليل مع الفجر ويسحبك من بين أولادك بتهمة الإرهاب. للأسف الشديد هذا الأسلوب لم يكن، برغم ما عرف الجنوب من مشاكل ومن سجون ومن تصفيات، إلا أن هذا الأسلوب الجديد أسلوب مستفز جدا، أسلوب وقح، ويشرف عليه ضباط إماراتيين بشكل مباشر. ليس هناك وسطاء، هذه السجون كلها تحت الإشراف المباشر للضباط الإماراتيين. الضباط الإماراتيين هم من يأمر وينهي في المحافظات الجنوبية، تحولوا إلى سلام الله على ضباط السياسة الإنجليز الذي كانوا قبل الاستقلال، كانوا في إطار من النظام وفي إطار من القانون، قانون الاحتلال طبعا، لكن هؤلاء يتصرفوا يعني باستعلاء وبكبر، ويتصرفوا وكأن لا هناك حسيب ولا رقيب ولا قانون ولا أخلاق حتى. للأسف الشديد الإماراتيين يبدو أنهم هذه المرة خرجوا خارج حدودهم وأرادوا أن يجربوا فروسيتهم عندنا في اليمن. لا يعرفوا الشعب اليمني تقريبا، أنه سيفشلوا سيعودوا على أعقابهم خاسئين. أستاذ صالح، يعني بحسب مذكرات تفتيش السجون التي حصلت قناة بلقيس على نسخة منها، فإن توجيهات مكتب النائب العام إلى نيابة استئناف الجزائية المتخصصة في عدن وحضرموت أيضا اقتضت النزول إلى أماكن هذه السجون والاحتجاز، هل نحن أمام ظاهرة تعذيب واضحة في سجون بعض المناطق الجنوبية؟
هم لم يسمحوا لأحد، حتى السلطات الموجودة في المحافظات الجنوبية، السلطات المحلية أو حتى الحكومة، يعني لم يسمحوا لهم بالدخول إلى هذه المعسكرات. هذه محاوي خاصة بهم وبالأفراد، بالضباط الذين يخدمونهم، الذين صاروا في خدمة ضباط الإمارات، في خدمة الجيش الإماراتي في الجنوب. أنا أشك أن أي لجنة تعمل شيء، لأنه إذا كان الحكومة تفتقد للسلطة في نعم، المحافظات يعني الجنوبية، هذا هو سؤالي أستاذ صالح، ما قيمة هذه اللجنة؟ يعني إذا كان مكتب نائب العام توجيهاته لم تنفذ، لا يستطيع دخول هذه السجون أو زيارتها كما تتفضل، ما يعني هل ستستطيع اللجنة أن يعني تخترق كل هذه الحواجز وتقدم هي الجديد؟ لا أبدا. يعني أنا أشك أن اللجنة تعمل شيء، رغم توجيهات الرئيس، رغم التوجه الجاد لرئيس الحكومة الأستاذ الدكتور أحمد عبيد بن دغر، يشتغل ليل ونهار داخل عدن، يريد أن يعمل شيء، لكنهم لم يتركوه يشتغل، ولم يتركوه حتى محافظ عدن يشتغل. هل تعتقدون أنه السيطرة على إدارة المحافظ حتى اللحظة في عدن، السيطرة على منزل المحافظ حتى هذه اللحظة من في عدن، هل هو بقرار ذاتي لهؤلاء المتمردين الذين أنشأوا المجلس ما سمي بالمجلس الانتقالي؟ لا أبدا. أنا أشك أنه عندهم ضوء أخضر من الإمارات أن يتمسكوا بمباني الحكومة، وأن يستمروا في تكريس وتفعيل مجلسهم الانتقالي. وللأسف يعني السلطة في عدن والسلطة حتى بالرياض، الرئيس مقيدين، صاروا مقيدين، لا يستطيعون أن يديروا الأمور كما يجب أن تدار كسلطة شرعية نتيجة للسلوك الإماراتي. نعم، وهذا أمر نحن قد تكلمنا في مقابلات في قنوات عديدة، وتحدثنا مع الأخوان بالرياض، أنه لابد من حلحلة هذا الوضع، لابد من الاجتماع بالقيادة السعودية ووضعهم في الصورة. يعني هل نتحرر من مذابح الحوثي وقوات علي عبد الله صالح ليأتي من يفتح السجون ويعذب الناس ويقتلهم؟ أي كلام هذا؟ أي منطق؟ يعني ليس هناك من منطق. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ الخدمات صالح. الخدمات لم يفعلوا شيء بالخدمات. هل يعني لا مدارس فتحت، لا صحة دعموا، ولا لم يعملوا شيء غير فتح السجون، هل هذا ما كنا ننتظره منهم؟ شيء عجيب فعلا. يعني نعم، إذا ابق معنا أستاذ صالح. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مطهر البوذيجي، المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ مطهر. مساء الخير، أهلا وسهلا. بداية أستاذ مطهر، ما هو موقفكم أنتم في التحالف من هذه الانتهاكات التي يعني تحدثت عنها هيومن رايتس وأسوشيتد؟ شكرا جزيلا. انتهاكات حقوق الإنسان التي تتضمن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في كل من التي تحدثت عنها تقارير هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، نحن نتفق تماما مع ما قدم من تقارير، ونقول ان هذه انتهاكات جسيمه لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. ودعيني هنا اتحدث من منظور حقوقي مهني، انه الانتهاكات الاخيره وخصوصا حالات الاعتقالات التعسفي التي رصدناها، وكنا في التحالف اول من اصدر تقرير عنها في مارس 2017، وقلنا ان الاعتقالات التعسفيه كانت تقوم بها جهه واحده وهي ميليشيات الحوثي وصالح منذ سبتمبر 2014، ولكن لاحظنا من بدايه يناير 2017 ان المدن او المحافظات التي تسيطر عليها الحكومه الشرعيه بدات ترتكب فيها عدد من الانتهاكات الجسيمه، منها ما تحدثت عنه التقارير الاخيره. ويجب ان نشير الى نقطه مهمه جدا، انه حالات الاعتقالات التعسفيه والاحتجازات وإخفاء المدنيين والأبرياء في سجون لا تخضع لأي من المعايير الدولية، نعتبرها نحن خطوة سيئة في سجل حقوق الإنسان، وخاصة ما تتحمله الحكومة الشرعية. كان الأكثر الحكومة الشرعية أن تقدم النموذج، وخاصة بالمحافظات المحررة عليها.
وانت ايوه وانت اقدم نموذج في مساله احترام حقوق الانسان. ونحن في التحالف باعتبارنا جزء من المجتمع المدني نطالب السلطات الامنيه اولا بالافصاح عن قوائم المخفيين والسجناء الموجودين داخل هذه السجون، والسماح لاسرهم وذويهم بالزيارات واحاله هؤلاء الى المحاكم باعتبارها ابرز حقوقهم وابرز ما يتضمنه قانون حقوق الانسان، وحتى القوانين المحليه ما فيها قانون العقوبات اليمني الذي لا يسمح باحتجاز اي يمني الا قرابه 24 ساعه. هذه النقطه. النقطه الاخرى، اذا ما تحدثنا كمان بشكل عام من اليمن، نلاحظ انه في اذا سمحت لي في خلاصه قصيره، انه ميليشيا الحوثي صالح ارتكبت 1513 حاله اعتقال تعسفي في المحافظات التي تسيطر عليها، والحكومه الشرعيه او السلطات التابعه للحكومه الشرعيه في محافظات عدن، لحج، حضرموت، مارب وتعز ارتكبت قرابه ال 79 حاله اعتقال تعسفي خلال الخمسه الاشهر الاولى من 2017، وهذا مؤشر خطير يجب عدم السماح به. ويجب اذا ما هو دوركم استاذ مطهر؟ يعني انتم كما تحدثت اول من ربما ذكرتم هذه حالات التعذيب، اذا لما لا يكون التحالف شريك مدني من او من منظمات المجتمع المدني في لجنه التحقيق التي تم تشكيلها؟ فعلا هذه نقطه، اخرى. اللجنه التي شكلت من قبل دوله الاخر رئيس الوزراء، اعتقد انها لم تكن الخطوه الموفقه. برأيي كان يجب إشراك المجتمع المدني باعتبار أن العرف السائد في تشكيل عدد من اللجان المستقلة، يجب أن تشرك المجتمع، يجب أن يشرك المجتمع المدني بشكل فاعل، وخاصة في مسائل حقوق الإنسان. هناك عدد من نشطاء حقوق الإنسان وناشطات حقوق الإنسان والمدافعين حقوق الإنسان عملوا منذ فترة مبكرة في مسائل الدفاع عن والدفاع وحماية حقوق الإنسان، كان يجب إشراكهم في هذه اللجنة. هذه نقطة. النقطة الثانية من وجهة نظري الشخصية، أنا أعتقد أنه تشكيل اللجنة لم تكن بالطريقة بالشكل الصحيح. كان يفترض على الحكومة أو على وزارة حقوق الإنسان أن تسند هذه المهمة إلى اللجنة الوطنية المختصة بتحقيق ادعاءات حقوق الإنسان وتطعيمها بعدد من نشطاء حقوق الإنسان أو عدد من القانونيين والنشطاء، حتى تكون فيها نوع من الحياديه. هذا من وجهه نظر الشخصيه. الاثنين كان المفترض كذلك انه الحكومه الشرعيه تقدم ايش وجهه نظر او تقدم رؤيه افضل في مساله احترام حقوق الانسان. نعم. إذا أستاذ مطهر، يعني هل تتفق مع القول بأن هذه اللجنة هي مجرد يعني تهدئة وضع عام، خاصة يعني وأنت تقول أنهم لم يتم يعني أو لم يوفقوا في اختيار أعضائها؟ من وجهة نظر نظرنا نحن في التحالف أو في المجتمع المدني، نعتقد أن تشكيل اللجنة كان هدفه سياسي أكثر من حقوقي. كان هدفه استبادة أو تهدئة الضغوطات القائمة على الحكومة، هذا من جانب. الجانب الثاني، كان المفترض بالمشرفين على الملف الحقوقي أن يكون هناك نوع من كان يفترض بهم أن يكون في تنسيق أكثر. يعني إذا كان وجود إذا كان وجود هيئة مستقلة معنية بالتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان ولم يتم الرجوع لها وذكرها في هذا القرار، هذه كارثه اعتقد من وجهه نظري الشخصيه. والكارثه الاخرى هي عدم اشراك المجتمع المدني في مساله التحقيق في هذه الادعاءات. المجتمع المدني شريك اساسي في مساله احترام حقوق الانسان ودعم وتعزيز مسيره حقوق الانسان، وخاصه في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومه الشرعيه. نعم. اذا شكرا جزيلا لك استاذ مطهر البوذيجي، المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عوده اليك استاذ صالح. استاذ صالح، تتفق انت والضيفين عبر الهاتف الاستاذ مطهر بان هذه اللجنه ربما هي اتت كهدف سياسي، لم تاتي لتحقيق ما تم يعني تشكيله لاجلها،
فيها. يعني وضع الأستاذ صالح مجموعة من النقاط أنه كان يفترض أن تشرك منظمات المجتمع المدني أو على الأقل تكلف اللجنة الوطنية التي شكلت قبل عامين وهي خاصة بادعاءات حقوق انتهاك حقوق الإنسان. ما رأيك؟ أنا يعني أرى أن الحكومة كان عليها واجب تقارير دولية، وهناك وزارة الخارجية الأمريكية تحركت في الموضوع، أعضاء في الكونغرس، منظمة العفو الدولية، منظمة هيومن رايتس ووتش، أسوشيتد بريس، يعني في هذا الخضم كله كان بالضروري أن الحكومة تتحرك. مش معقول أن الحكومة هي آخر من يعلم وبعدين لا تعمل شيء. كان من الضروري أن تشكل هذه اللجنة، لكن وكان من الضروري أيضا، أنا أتفق مع الأخ العزيز، أنه من الضروري إشراك منظمات المجتمع المدني لكي يكون عمل اللجنة شفاف وحيادي إلى حد ما. لكن السؤال الأساسي هو هل سيسمح لهذه اللجنة بالعمل في الميدان؟ إذا كان السجناء، عندما السجناء الذي تم الإفراج عنهم لا يستطيعون الحديث مع أحد إلا من رحم ربي، لا، نتيجة للخوف من أنهم سيعيدونهم إلى هذه السجون، والبعض تحدثوا وتمت إعادتهم إلى هذه السجون، هل هذه اللجنة قادرة أن تزور المعسكرات الإماراتية، أن تزور المعسكرات التابعة للحزام الأمني، أن تزور المعسكرات التابعة لقوات الأمن التابعة للشلال علي شايع في عدن، أن تزور السجون اللي موجودة في حضرموت في مكلا وفي الريان، أن تزور سجن في سقطرة، أن تزور سجون يقال وبالفعل سجون في مصوع وفي عصب الإريتريتين؟ هل اللجنة قادرة على سيتم السماح لها من قبل الإماراتيين بزيارة هذه السجون؟ نعم. وهل ستعمل إذا ما أتيحت لها الفرصة بزيارة هذه السجون، هل ستعمل بمعزل عن الضغوط وبمعزل عن الظروف التي نحن نعرفها؟ لأنه الإمارات ستفعل كل ما بوسعها لكي لا تدان، هذا أمر واضح، وكذلك القوات التي تتبعها الحزام الأمني وقوات الأمن الذي تتبع مدير أمن عدن وغيرهم. يعني العملية معقدة إلى حد كبير أمام هذه اللجنة، لكن نحن نرحب باللجنة باعتبارها خطوة في الطريق الصحيح. إذن أستاذ صالح، اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ صالح. أستاذ صالح، يعني أسألك برأيك، هل هناك أطراف تريد توريد السلطة الشرعية في انتهاكات حقوق الإنسان؟ هي السلطة الشرعية ليست طرف واحد، ليس فريق واحد، السلطة الشرعية مكونة من عدة أطراف، وهذه الأطراف لا تتبع كلها الرئيس عبد ربه منصور هادي. نحن نعرف أنه الإمارات استقطبت بعض المسؤولين، بعض القيادات، سواء في الحكومة أو في السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية، فبالتأكيد هناك أطراف تريد أن تشوه السلطة الشرعية، ليس في موضوع السجون وانتهاكات حقوق الإنسان فحسب، ولكن أيضا حتى في الخدمات، الكهرباء، الماء، النظافة، المدارس، الصحة، كل هذه المنظومة شبه عاطلة. إذن هذا نموذج غير مشرف للسلطة وللشرعية، وأيضا يثير ضدها نقمة الناس. لكن السلطة الشرعية مغلولة اليدين، صارت الإمارات هي المتحكم الأساسي والرئيسي في المحافظات الجنوبية. إذا كان محافظ الضالع ومحافظ لحج ومحافظ شبوة ومحافظ حضرموت ومحافظ سقطرة صاروا كلهم في مجلس انتقالي انقلابي
ضد السلطة الشرعية في بقيادة الرئيس عبد الرب المنصور هادي. يعني نعم الأمر صار أكبر من موضوع اعتيادي، من موضوع سلطة مقصرة في مناطق لا تستطيع أن تفعل بعض الأشياء، لا تستطيع أن تفعل الخدمات، تفعل الأمن والاستقرار، تفعل أجهزة السلطة المحلية. الأمر أكبر من هذا، هناك نوع من الانفصام داخل المحافظات الجنوبية، سلطات لا تتبع السلطة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي وحكومته. نعم هذا ذلك هو وضع ملتبس جدا ووضع خطير. إذا نعم لم تقف قيادة الدولة أمام هذا الوضع ربما دعنا تذهب ننقل هذه الأسئلة جميعا أستاذ صالح للدكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان وهو معنا عبر الهاتف من عدن. مساء الخير دكتور سمير. أهلا وسهلا. اهلا بك. بدايه استاذ الدكتور سمير، يعني خرجتم من اجتماع بخصوص السجون السريه وحالات التعذيب في الجنوب، ما مخرجات هذا الاجتماع؟ كل هذه المسائل في الحقيقه الان تبحث باجبار المعلومات اجت الينا فرق هذه المعلومات ابو كبيرها اولا مسائل وجود مساجين او سجون سريه. في العالم هناك تحاول من قبل كل القوى، سواء القوى الامنيه في المحافظه او المحافظات المشار اليها في التقارير، وكذلك من قبل الاخوه في الحارس والاخوه بالتحديد قياده القوات الاماراتيه الموجوده في قطاع التحالف. لا زي ما صدق تلك الادعاءات التي طرحت في تقارير منظمات المجتمع المدني قبل أو فيما بعد في إطار التقرير أو الرسالة الموجهة إلينا من خلال الهيومن رايتس ووتش. نحن سنتحقق من صدق هذه المعلومات أو كذبها، وسنكون في غاية الشفافية في الإعلان مع الجمهور في أقرب وقت ممكن، أول ما يتم إنجاز عمل اللجنة بقرار حكومي. نعم إذا يعني أستاذ هناك يعني من يقول بأن هذه اللجنة يعني كان يفترض أن يكون فيها على الأقل منظمة أو يعني ناشطين مدنيين يعني من منظمات المجتمع المدني، حتى يعني على الأقل يكون هناك نوع من المصداقية، أو يعني لما لم تكلف اللجنة الوطنية لإدعاءات حقوق الإنسان بمثل هذه المهمة؟ في الحقيقة نحن كل منظمات المجتمع المدني المتواجدة في الداخل سواء بقياداتها او بعناصرها، ونتواصل دائما في المعلومات، واعتقد ان هناك شيء من الثقه بيننا وبين هذه المنظمات، واننا سنشتغل على اساس مهني ولتسهيل طبعا عمل اللجنه. كان من الافضل ارتأينا ان تكون لجنه حكوميه متقاربه تستطيع ان تتجانس وتلتقي في اي وقت وتبدأ زيارة. طبعا الظروف في البلد لا زالت صعبة معقدة وبحاجة ل ولا يمنع إطلاق أن ندخل مسائل حقوق الإنسان والانتهاكات في المماحكات السياسية، لأن هذه المسألة ستضر بالطرفين، ستضر بالسياسي وتضر بالإنساني في وقت واحد. نحن نبذل الجهد جاد ولدينا نية جاد لأن نكون صادقين مع الناس وأن لا نخفي أي حقيقة، وهذا في الحقيقة توجه عام. وأيضا الإخوة في التحالف لا يعارضون في هذا التوجه، بالعكس ونعمل معا. صحيح هناك بعض هي في إطار الإصلاح، تعرفون نحن خارجين من حرب، حالة الحوكمة لا زالت أضعف مما ينبغي، هي ليست في حالها الكامل. نسعى لتوحيد اجهزه الامن، نسعى لتشكيل لجنه يعني غرفه عمليات مشتركه لكل القوات الامنيه، نسعى لاعاده العلاقه بين المقاومه والسلطه على اساس شرعي، ونسعى لتنفيذ قرار ضم كل قوى المعارضه في اطار القوات الامنيه. هناك مشاكل كبيره، المساله ليست مساله في الحقيقه فقط مناكبه سياسيه، هناك مشاكل بنيويه نحن بحاجه لمعالجتها ان لم نشغل بقضايا ثانيه وفي
الامر نعم، لكن هناك ثانويه كثيره، وفي اطار الصراعات السياسيه سواء الاقليميه او الداخليه، ونحن نحاول ان نجنب انفسنا الدخول المتاحة. نعم دكتور سمير، ولكن هناك من يعني يتخوف من عدم إمكانية هذه يعني هذه اللجان أو هذه اللجنة من يعني تأدية مهمتها على أكمل وجه، خاصة وهناك يعني لدينا وثائق بأن هناك توجيهات مكتب النائب العام إلى نائبة استئناف الجزائية ولم يتم السماح له فقط بتفتيش هذه السجون، كيف ستتمكن اللجنة من فرض يعني الأمر وأن يعني تستطيع أن تمارس مهمتها بشكل يعني واضح ومبسط؟ توجه جديد للعمل مع كل الفرع في الساحه، ونعتقد اننا نستطيع ان نجد لغه مشتركه بيننا وبين الاجهزه الامنيه وقياده التحالف، وقد بدانا بالتواصل، وفي حقيقه الامر اللجنه ستستطيع، وان لم تستطع فعلينا ان نواجه الناس صراحه. إن لم نستطع أن نقدم شيء هذا يعني أننا لسنا مؤهلون لأن نكون حاملين المسؤولية أمام الله والوطن. هناك صعوبات كما أؤكد مرة أخرى وصعوبات كبرى، لكن علينا أن لا نضيف صعوبة أخرى إلى تلك الصعوبات، وهي صعوبة الممارسات السياسية. وأجدد على هذه المسألة، نحن تطور بناء الدولة، وهذا العمل عمل كبير وجسيم، وهناك من لا يرغب في إنجاز هذه، أن لا يرغب أن ننجز نحن هذه المهمة، ويقوم يوميا على الإعاقلة الأسرة أن العدو لا زال حي، عروقه تنبض في كل مكان. الانتهاكات التي تمت الإشارة إليها في الحقيقة لا توجد فقط في المحافظات التي وردت في تقرير الإمينستي، وإنما أيضا هناك إشارات إلى أن هناك انتهاكات على سبيل المثال في مأرب، ولكننا لن نطلق أي تصريح أو معلومة إلا بعد أن نتمكن من زيارات مأرب وتعز وسجون عدن وسجون أبيان وسجون حوض. أننا لن نهمل القضية، وأننا سنعمل بشكل محايد تماما بعيد عن المحكمة السياسية، وأرجو من أجهزة الإعلام ومن القوى السياسية أن تبقى الحكومة الآن على المناكبات السياسية، لأن هذا الأمر يضر بني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ صالح. أستاذ صالح، برأيك ما هي أهمية كشف الحقائق في مثل هذا التوقيت الحساس الذي تمضي فيه اليمن نحو استعادة الحقوق، دولة الحقوق والحريات؟ بصراحة كان هذا الكشف عن وضع حقوق الإنسان في السجون في المحافظات الجنوبية التي تقع تحت سلطة الضباط الإماراتيين يعني كان كشف عظيم، لأنه رفع الغطاء عن ممارسات وحشية في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان على ماذا؟ على ماذا؟ ليس على شيء. الإرهابيين محدودين، والإرهابيين تعرفهم هذه الأجهزة منذ اغتيال الشهيد اللواء جعفر محمد سعد محافظة عدن السابق، اغتيال الراوي، اغتيال عدني، اغتيال قادة المقاومة، تم القبض على عناصر عديدة من تنظيم القاعدة، وهؤلاء معروفين، معروف اللي يتبعهم. لكن هذا الكم الكبير من المواطنين الذين يتم انتزاعهم من بين أطفالهم في منتصف لا يوجد له أي مبرر، هناك في شرطة، في سجون للبحث، في لو في قضايا مدنية جنائية في لها سجون عادية في موجودة في أي ظروف وفي أي بلد، لكن هذه السجون سجون استثنائية معروفة بالاسم وفي المواقع. الكشف هذا هو حرك المياه الراكدة لهذا الملف المتضخم الذي تضخم وصار صارت روائحه تزكم الأنوف. دخول المنظمات الدولية على الخط
كان أمر إيجابي جدا. لكن دعيني، أنا لدي ملاحظة على كلام الأخ سمير. تفضل. الوضع في عدن ليس فني، يعني الصعوبات والمشاكل ليست فنية أبدا. نحن نواجه وضع سياسي، نواجه أجندة سياسية ذاهبة بطرق أخرى غير طريق الشرعية اليمنية. عاصفة الحزم أهدافها معروفة، وهي القضاء على الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، واستعادة الدولة اليمنية. بعد هذا الهدف تأتي الترتيبات الأخرى. لكن اليوم الأجندة الموجودة على ساحة الجنوب أجندة مختلفة، وهذه الأجندة تتصادم مع سلطة الشرعية اليمنية ومع أهداف عاصفة الحزم. هنا المشكلة أكبر. إذا لم يتم نقاش جوهر الموضوع هذا، بدل أن نحوم حواليه من بعيد ونناقش الأمور وكأنها أمور فنية، أمور إجرائية، أمور صعوبات نتيجة لحرب موجودة، لن نصل إلى نتيجة. لابد أن ندخل في صلب الموضوع، وهو هل التحالف، هل الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بأهداف عاصفة الحزم؟ هل الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالتنسيق الكامل مع الشرعية اليمنية وتحت سلطة الشرعية اليمنية التي مثل الرئيس هادي وحكومته؟ هذا السؤال إذا كان نعم أستاذ صالح، أود أن أسألك أيضا عن التناول الإعلامي الواسع لهذه الظاهرة، ظاهرة التعذيب. ما الذي يعكسه هذا الأمر برأيك؟ هذا الأمر إيجابي جدا، لأنه المنظمات الدولية حينما تتحرك في الغرب، هنا توجد حساسية كبيرة جدا تجاه موضوع حقوق الإنسان. أي منظمة محلية أو حتى أفراد لديهم ملفات لحقوق الإنسان موثقة بالاسم وبالواقعة وبالمنشأة التي تم الحجز فيها، التعذيب غيره، يعني مرفقة بالوثائق بالصور، المنظمات في الغرب لن تتوانى لحظة في أن تتبنى هذه القضايا. وبالفعل الأخوان في المنظمات المحلية الذين ساهموا في وصول هذه الملفات إلى المنظمات الدولية، وأيضا الحقوقيين الدوليين الذين وصلوا إلى الميدان، هؤلاء ساهموا مساهمة إيجابية وفعالة، وكانت مساهمات كبيرة جدا، أكثر مما تقوم به أجهزة رسمية. التناول الإعلامي غطى هذه المسألة بما تستحق حتى اللحظة، حتى أنه الإمارات أصدرت بيان، وأجهزة الأمن والحزام الأمني في عدن أصدروا بيانات يتنصلوا من هذه الأمور. هنا سيضعون في الزاوية الحرجة، أما أن يكشفوا ما لديهم أو يدانوا، وهذا سيؤدي إلى تصحيح الوضع وإلى الحفاظ على حقوق الإنسان، بدل أن يترك الحبل على الغارب، أن تتفشى هذه الظاهرة السيئة جدا، وأن تصبح الأمور خارج عن السيطرة. لأنه هناك يتوقعون الناس ردود أفعال، طبعا إذا استمرت هذه الظاهرة لابد أن تكون هناك ردود أفعال. من سيصبر على مشكلات زي هذه تنتهك فيها الحقوق وتنتهك فيها الحرمات؟ من لديه الاستعداد أن يغض الطرف عن مثل هذا الأمر؟ إذا كان اليمنيون وطوال 60 سنة يتقاتلون فيما بينهم البين لكي يسود الحق والعدل والمساواة وإقامة الدولة الحديثة، كيف سيسمحوا للآخرين أن يأتوا ليعيثوا فسادا فوق فساد موجود؟ هذا أمر بالتأكيد كان سيحدث ردود فعل، وكشف هذا الملف ساهم في وصوله إلى دائرة النقاش، وإن شاء الله نحن نتوقع أن تكون هناك حل لهذا الملف باتجاه تصحيح الأوضاع. نعم. نتمنى ذلك.
الشارع الجنوبي أستاذ صالح كيف ينبغي لها أن يرفع صوته لمناهضة هذه الانتهاكات التي يعني تطال حقوق الإنسان، خصوصا أن الحرك ذاته تعرض لانتهاكات جسيمة أيام يعني من قبل نظام المخلوع. المشكلة أيضا أن يعني من يتحدث عن الإمارات أو عن أي شيء في الجنوب يتهم بتهم لا حصر لها، وكأننا يعني لا نهتم بالشأن يعني الجنوبي من اليمن، ولا نهتم بتفاصيل مثل هذه الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان. هناك تقصير كبير جدا سواء من الحكومة الشرعية، سواء من المنظمات المدنية، سواء من السياسيين، سواء من المثقفين، حتى على الساحة الشمالية في تقصير نحو الجنوب. المواطن الجنوبي ممزق، المواطن الجنوبي منذ حرب 94 وهو واقع تحت ظلم علي عبد الله صالح ومشائقه وضباطه وجيوشه، نهبوا الأرض والسماء وتركوا الناس حتى بلا عمل، حتى المتطلبات الحياتية التي تنص عليها كل الحقوق الدولية حرم منها هذا المواطن. هذا المواطن دخل يعني في خضم مواجهة مع النظام بالحراك السلمي الجنوبي، صعدت الأهداف، صعدت الشعارات إلى مستويات عالية، جاءت عاصفة الحزم، كان مفروض أن تكون هذه العاصفة تنفيس وتغيير لأوضاع كثيرة. هذه العاصفة جاءت تحررنا في الجنوب من قوات صالح والحوثي، لكن الوضع المعيشي، الوضع الأمني، الوضع التعليمي، الوضع الصحي للأسف الشديد صار أسوأ مما كان عليه قبل الحرب. هذا إذن المواطن لم يعد يدري من يلتقي إلى من. إذا كان هذه الأوضاع المستجدة لم تنتج أفق لغد أفضل، لم تنتج أفق لنخطو إلى مستقبل آخر. نعم. إذا كان هذا الأمور ظلت في مربع الصراعات، صحيح، ومربع المحكات ومربع الماضوية، المواطن الجنوبي يحتاج إلى رعاية. والمواطن الجنوبي أيضا أنا أحيي كل مواطن يمني. نعم، ونحن نوجه لهم التحية. نتمنى أن يخرجوا إلى الميادين وأن يتصدوا لكل الظواهر المخلة، سواء بحقوقهم المدنية أو حقوقهم السياسية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ صالح الجوباني المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. الشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، وختاما أقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونعدكم بأن سنكون معكم خلال أيام العيد بحلقات خاصة عن أجواء العيد. شكرا لمتابعتكم.